السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم إليكم موجز السادسة من قناة التناصح. شهدت مدينة بنغازي انتشارا واسعا لعناصر الصاعقة التابعة لميليشيا الكرامة في منطقة بهدامة وأغلاق بعض الشوارع وطريق المطار جنوبي المدينة، وذلك احتجاجا على تكليف عبد الرازق الناظوري آمرا لغرفة عمليات بنغازي المشتركة. هذا وكانت مصادر من المدينة أن قائد ميليشيا الكرامة حفتر قد طلب تسليمه قرابة 30 عنصرا من الصاعقة، من بينهم موالون للمدعوم محمود الورفلي. وأضافت المصادر أن خليفة حفتر طالب ميليشيا الصاعقة بعدم حصر القيادة في شخص أو نسب خمادة وإبراز شخصيات أخرى في بنغازي. أيضا حيث عثر فريق الهلال الأحمر فرع بنغازي الثلاثاء على جثة مصابة في مستوى الرأس، يزعم أنها تعود للمواطن وليد حسن الشيخ بالقرب من مسجد السيدة عائشة في منطقة الهواري ببنغازي. ونقلت الجثة التي عثر عليها إلى مشفى الجلال للجراحة والحوادث، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد عثر سكان بلدة الأبيار في نهاية عام 2017 على 36 جثة مجهولة الهوية. أكد رئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بتسوية الأزمة في ليبيا ليف دينغوف أن الوقت قد حان للكشف عن اللاعبين الدوليين في ليبيا. وقال دينغوف خلال مشاركته الثلاثاء في مناقشات اليوم الثاني لمؤتمر فالدي للحوار المقام في موسكو، حيث قال أن هناك بلدا واحدا يقوم بتسليح 3 مجموعات في ليبيا، وأن السلاح ينتقل من طبرق إلى طرابلس دون أن يكشف دينغوف عن اسم هذا البلد. وأشار رئيس لجنة الاتصال الروسية إلى أن الزيارات التي قام بها مسؤولون ليبيون من كافة الأطراف إلى روسيا تؤكد على أن موسكو تحافظ على مسافة متساوية من كافة الأطراف الليبية بحسب وصفه. قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رانيا الصيد إن بيان بعض من أعضاء النواب المنحل حول رفضهم التام إصدار قانون الاستفتاء يمثلهم فقط. الصيد في تصريح لوكالة أكل إيطالية الثلاثاء أوضحت أن كل مؤسسات الدولة في ليبيا لديها مجموعة من المعرقلين، ولا يجب أن تقف ليبيا عند أي مجموعة معرقلة للمضي في بناء الدولة. وكشفت الصيد عن أن رئيس الهيئة التأسيسية قد أرسل رسالة رسمية ومفتوحة إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة سلامة، طلبا من خلالها بدعم المجتمع الدولي لهذا المسار وتقديم المساعدات اللازمة، وذلك لإنهاء الاستحقاق الدستوري. إلى خبر أخير، حيث أعلن المتحدث باسم غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة طارق شنبور أعلن انعقاد الاجتماع الأول للجنة تسيير دعم الحدود والهجرة في ليبيا وبرئاسة المفوضية الأوروبية ورعاية إيطالية. شنبور عبر صفحته الرسمية الاثنين أوضح أن المشروع يهدف لتعزيز قدرات حرس الحدود بوزارة الدفاع وأمن السواحل بوزارة الداخلية بالحكومة المقترحة. يذكر أن الاجتماع الذي عقد في روما ترأسه عبد الله تومية رئيس جهاز حرس السواحل بوزارة الدفاع بالحكومة المقترحة والقائم بأعمال السفارة الليبية بروما، إلى جانب مشاركة أعضاء من المفوضيتين الأوروبية والهجرة الدولية. أخبارنا على رأس الساعة 7 إلى اللقاء.